يعيش بيت رائد القبة حالة من الغليان بعدما تم وضع الفريق على صفيح ساخن قبيل انطلاق الموسم الكروي الجديد. الفريق الذي كان خزانا للمنتخب الوطني والأندية الجزائرية بات مهددا بعدم المشاركة في بطولة القسم الثاني هوت، بما أن أجل دفع حقوق الانخراط يوم 24 من شهر أوت والجمعية العامة الانتخابية لاختيار الرئيس الجديد ستقام يوم 31 من نفس الشهر. بعد لقيت انفيتاسيون دعوة لحضور جمعية انتخابية جات 14 أوت، التركيز جات 14 أوت، والجمعة والجمعية العامة للسن 16 تما يومين. حنا عودنا ذكرنا هاد لجنة الترشيحات اللي راهي مسكفلة باش تهيئ جمعية عامة، وذكرناها باللي لازم المادة 19 كما طبقتوها على الرئيس السابق، قلت له ما بعد هو دار في 12 جويلية اللي فاتت، بعث لنا 7 ايام قبل قالوا لك لا لا ما بعثتناش 15 يوم كما يقول تقول الماده 19. ما قلنا لهم عاودوا صحوا المسار تاعكم وبعثوا الاعضاء الجمعيه حسب الماده 19. المدرسه الكرويه العريقه التي انجبت خيره اللاعبين الجزائريين وافضلهم ذهب الضحيه تكتلات ومصالح شخصيه، اصبح يدفع ثمنها النادي الذي يواجه فراغا اداري وقانوني عطل من انطلاقته. أنا الرئيس الوحيد اللي كان مترشح هو مولود بودينا 15 أوت، يعيطوا له الدي جي اس في التليفون، راح غد من ذاك الدي جي اس قالوا له يا ودي ما تقدرش دير الجمعية العامة الانتخابية، قال لهم السبب اللي ما نقدروش نديروها، قال لهم كاين خروقات، قال لهم واش من الخروقات؟ عطاو لنا وثائق باللي يا ودي عندنا حنايا في الجمعيه العامه عندنا 12 عضو شرفي، وحنايا تفاجئنا بالقرار هذا، لان القرار هذايا ماشي في صالح الفريق اولا، لخاطر القرار هو يقول لك كاين 12 عضو شرفي، وحنايا 12 عضو شرفي ديجا درنا بها لو 31 جويي الجمعيه العامه العاديه، تسمى هنايا كاين تناقض بين دي جي اس ولا الرئيس السابق ولا اطراف واحده اخرى. فبالرغم من ان الفريق يتواجد في قاعه الانعاش، الا ان المدرسه القبويه لابد ان تخرج من مرحلتها الخطيره هاته تطبيقا لقاعده الكبير يمرض ولا يموت.